بكل الحب نلتقي بك عزيزي المشاهد، مشاهد هذه السهرة عبر القناة الأولى في تلفزيون دولة الكويت والقناة الفضائية الكويتية. سعداء بلقاء الجميع، ونتمنى إن شاء الله من خلال هذه الأغاني، من خلال الأسطوانة الذهبية، أن تحوز على استحسانكم ورضاكم. ولمن يود أن يراسلنا فعنواننا صندوق بريد 12 حولي. أهلا وسهلا بك مرة ثانية عزيزي المشاهد. يا هالي يا هالي يكفي ملامي والعتاب، لا تلوموني تراجع قلبي طويل. يا هالي يا هالي يكفي ملامي يا هلي يا هلي.
عزيزي المشاهد، الفنان الراحل اليمني أحمد قاسم، والذي توفي في عام 1993 إثر حادث مروري، يعتبر علم بارز من الأعلام الموسيقية في الجمهورية اليمنية. ومنذ الصغر سكنها الإبداع، واستطاع مثل ما قلنا أن يكون معلم واضح بالنسبة للموسيقى العدنية. درس في جمهورية مصر العربية ما بين عام 1957 و60، واستطاع أن يحصل على دبلوم المعهد العالي. كانت له زيارات عديدة إلى دولة الكويت، ويمكن من أشهر الأغاني اللي كنا نعرفها بالنسبة لأحمد قاسم صدفة التقينا، وكانت له تسجيلات عديدة في تلفزيون دولة الكويت، وأيضا الحفلات اللي كان يحييها سابقا على مسرح سينما الأندلس. بندر يا مركب البندر، سنتينو بستنى سنتينو بستنى سنتينو بستنى سنتينو بستنى، سيبك حبيبي الروح الحلو والأسمر، سيبك حبيب الروح الحلو والأزمر، يا مركب البندر 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 يا مركب البندر، سنتينو بستنى سنتينو بستنى سنتينو بستنى سنتينو بستنى، ليبك حبيب الروح الحلو والأزمر، ليبك حبيب الروح الحلو والأزمر، يا مركب البندر 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 يا مركب البندر. الورد يتنفر يسري على خده يسري على خده، أحلى من السكر يا حلو من زيها، الورد يتنفر يسري على خده يسري على خده، بمركب البندر يا مركب البندر يا مركب البندر، بمركب البندر يا مركب 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 البندر، سنتينو بستنى سنتينو بستنى سنتينو بستنى سنتينو.
حبيب الروح الحلو والأسمر بيبك حبيب الروح الحلو والأسمر يا مركب البندر 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 تهجر قلبي وتنساني يا حلو يا أسمر إيش رجعت تاني إيش رجعت تاني إن كنت بتهجر قلبي وتنساني يا حلو يا أسمر إيش رجعت تاني إيش رجعت تاني بمركب البندر يا مركب البندر بمركب البندر يا مركب 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 البندر سنتين وبستنى سنتين وبستنى سنتين وبستنى سنتين وبستنى بيبك حبيب الروح الحلو والأسمر بيبك حبيب الروح الحلو والأسمر يا مركب البندر 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 نحن معك عزيزي المشاهد وهذه الأغاني المختارة في هذا البرنامج الأسطوانة الذهبية. يعتبر رائد من رواد الأغنية الكويتية، وهو قد ولد في عام 1922 واستطاع أن يتعلم العزف على العود على يد ابن أخيه عبد العزيز لغاية ما أخذت يده على العزف على العود وأصبح موسيقي بارع. هذا الكلام طبعا عن الفنان الراحل سعود الراشد، واللي المكتبة سواء مكتبة الإذاعة أو مكتبة التلفزيون تزخر بالعديد من الأغاني لهذا الفنان، إن كانت أغاني عاطفية أو أغاني وطنية أو حتى أغاني دينية. استطاع أن يلحن العديد من الأغاني لمطربين عديدين سواء داخل الكويت أو خارج الكويت، وكان يشعر بغيرة شديدة على الأغنية الكويتية بصفة خاصة والأغنية الخليجية بصفة عامة. هذا الفنان طبعا لما نذكر الأغاني العديدة نذكر أغنايته الوطنية رفرف يا علم بلادي. توفي الفنان سعود الراشد في عام 1988. من علمك يا غصين البان هذا التجني على خلك؟ من علمك يا غصين البان هذا التجني على خلك؟ يا ناعس الطار فنا هيمان، يا ناعس الطار فنا هيمان، وفي أداريه من أهلك، وفي أداريه من أهلك.
الهوى ولا وعتا الهجران، اشكي الهوى ولا وعتا الهجران، حرام هذا الجفا مهلا. عزيزي المشاهد، من المطربات اللي تطرب لسماع صوتهم بالنسبة للأغاني، إن غنت باللهجة العامية وإن غنت باللهجة أو باللغة العربية الفصحى، الفنانة نجاة الصغيرة، ولو أن بعضهم يسمونها نجاة الصغيرة. هذه الفنانة واللي كان يعود الفضل في اكتشافها لعزيزة أمير، وكانت تكتشف العديد العديد من الفنانات. نجاة الصغيرة مثلت في فيلم، أو بداية معرفة الناس لها كانت طفلة في عام 1943، وكان الفيلم يحمل اسم هدية. زارت الكويت الفنانة نجاة الصغيرة وغنت
مناطق الكويت، يمكن تذكر اغنيتها يا ساحل الفنطاس، وايضا شاركت في حفلات سينما الاندلس، وان تذكر اغنيه ساكن قصادي، وايضا غنت لتلفزيون دوله الكويت العديد من الاغاني. ايضا يتذكر المشاهد الكريم يتذكر اغنيه من اغانيها الجميله اللي هي تقول فيها اه لو تعرف، او الاغنيه الثانيه اللي بنفس الفيلم اللي غنتها اللي هي عليادي. حتى الجنينية
حريق وعلى فرك بينكي غريب عارفينك يا حب جريب 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 عارفينك يا حب جريب بيجلنا من ألف طريق ولا بحرك بيطفي حريق ولا برك بينكي غريب العاشق مرتاح ولا الخالي مرتاح لا العاشق مرتاح ولا الخالي مرتاح خلينا من السكة دي على البر بارك بيا عديادي ليادي ليادي يا قلوب الثانية يا مجرح الورد ايادي حتى الجنى يديا يا مجرح الورد ايادي حتى الجنى يديا اللي معايا رايكم ايه في القلب اللي انا خايف عليه اللي معايا رايكم ايه في القلب اللي انا خايف عليه حتى الجنينية اللي معايا رأيكم ايه في القلب اللي انا خايف عليه يا مجرح الورد ايادي حتى الجنينية يا مجرح الورد ايادي حتى الجنينية بما أن احنا نقدم لك هذه الأغاني المختارة في هذا البرنامج الأسطوانة الذهبية وهو من أرشيف تلفزيون دولة الكويت الذهبي ليش ما نكون معاكم وهذه الدقائق مع صوت جميل من أداء سعود العروج
المشاهد من الفنانات اللي يمكن نذكرهم ونذكر الأغاني اللي غنوها، ولها كان طبعا حضور وتاريخ مميز بالنسبة للسينما المصرية وأيضا بالنسبة للفن المصري، الفنانة الراحلة مها صبري. هذه الفنانة اللي كان زوجها العقيد علي شفيق وكان يعمل سكرتير للمشير الراحل عبد الحكيم عامر. مها صبري أيضا مثلت مع، يمكن أول أفلامها كانت مع الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، وهذا الكلام كان في عام 1961، وكان هذا الفيلم يحمل اسم أنا العدالة. زارت الكويت وشاركت في الحفلات اللي كانت يحيونها على مسرح سينما الأندلس. نتذكر مبروك عليك، ونتذكر ما تزوقيني يا ماما من أشهر أغانيها اللي غنتها، وأيضا سجلت لتلفزيون دولة الكويت بعض من الأغاني، واللي اخترنا لكم هذه الغناية. رجعاله رجعاله قولوا له لا يريح باله جاني مرساله وحياة الحب ومواله رجعاله رجعاله قولوا له لا يريح باله جاني مرساله وحياة الحب ومواله قولوا له لا يريح باله وحياة الحب ومواله قولوا له لا يريح باله قولوا له لا يريح باله رجعاله رجعاله رجعله رجعاله قولوا له لا يريح بال جاني مرساله وحياة الحب وموال قولوا له لا يريح بال وحياة الحب وموال قولوا له لا يريح بال قولوا له لا يريح بال رجعله رجعاله
مراكب الشوق هد شوي يا عيون الغوايه معدي يا مراكب الشوق هد شوي حفرش له الاشواق بايديا واتحدى الموج يرجع بيا يا عيون الغوايه معدي يا مراكب الشوق هد شوي يا عيون الغوايه معدي يا مراكب الشوق هد شوي حفرش له الاشواق بايديا واتحدى الموج يرجع بيا يا عيون الغوايه معدي يا مراكب الشوق هد شوي يا عيون الهوى يا معدي يا مراكب الشوق هد شوي حفرش له الاشواق بايديا واتحدى الموج يرجع بيا والشمس عينيها ما تحماش وعزلنا لابد في يوم ماشي ما تحماش وعزلنا لابد في يوم ماشي او الشمس عينيها ما تحماش وعزلنا لابد في يوم ماشي ليها ما تحماش وعزلنا لابد والدفى في ايدي وريحانه اساله عن حاله وحياه الحب ومواله رجع له رجع له وحياه الحب ومواله رجع له رجع له قولوا له لا يريح بال جاني مرتاده وحياه الحب ومواله رجع له رجع له قولوا له لا يريح بال جاني مرتاده وحياه الحب ومواله مشاهد من الفنانين اللي طبعا رحلوا عن الدنيا وتركوا البصمة الواضحة وتركوا الثروة الكبيرة من الأغاني سواء بالتلفزيون أو بالإذاعة، الأغاني العديدة سواء وطنية أو عاطفية وحتى دينية، الفنان الراحل عبد الله فضالة واللي ولد في عام 1900. هذا الفنان كان يغني وأيضا يلحن وأيضا يكتب بالنسبة للأغاني، واستطاع أنه يلحن الأغاني سواء كانت الأغاني التراثية الشعبية وأيضا الأغاني بالنسبة للغة العربية الفصحى. هذا الفنان أيضا لحن لمطربين أتوا من خارج الكويت وقدم أغانية وألحانة أيضا للمطربين داخل الكويت، عمل تباب وهو في صغره، ومن خلال هذا العمل استطاع أنه ينمي هوايته واستطاع أنه يعزف على العود بعيد عن أعين الناس. لا نزال إحنا طبعا ننتظر الكتاب اللي راح ينزل إلى الأسواق، والكلام طبعا موجه إلى مؤلف هذا الكتاب الأستاذ والسيد محمد الملا،
ننتظر وجود هذا الكتاب اللي راح يحكي عن حياة هذا الفنان الراحل عبد الله فضالة، مليء في بعض الصور يمكن اللي ما انوجدت لأول مرة راح نشاهدها من خلال هذا الكتاب. لا ننسى أن أيضا الحكومة أطلقت شارع من شوارع دولة الكويت عليه، أطلقت عليه اسم شارع عبد الله فضالة. Thank you.
تخش علي الهموم لما عرفت الوداع سهرانة راعي النجوم والحب ماس الفؤاد كسرت علي الهموم لما عرفت الوداع لا وصل مشاهد قضت حلقتنا لهذا الأسبوع. أتمنى إن شاء الله في الأسبوع المقبل يجمعنا معاك لقاء جديد ومجموعة من الأغاني من خلال هذه الأسطوانة الذهبية ومن خلال ما يزخر به تلفزيون دولة الكويت هذا الأرشيف الذهبي. لا تنسون راسلونا وأي شيء تشوفونه وتسمعونه بالنسبة لهذه الأسطوانة وعنواننا صندوق بريد 12 حولي. أتمنى أن ألتقي بكم إن شاء الله وأنتم بأتم صحة وعافية، وإلى أن ألتقي لكم أجمل التحيات مني ومن كل فرد يعمل معنا في هذا البرنامج، خصوصا أصحاب أو أصحاب الكاميرا المحمولة، يعطيهم الصحة والعافية، لأنك لو تشوفهم عزيزي المشاهد مع القش والجناط واللوية فلهم التحية ولهم التقدير. إلى أن نلتقي بك عزيزي المشاهد إن شاء الله، أحييك، مع السلامة.